الاهلي يحدد موعد الوديه الاولى خلال فتره التوقف. احنا عارفين ان احنا دلوقتي في مرحله تانية من فتره الاعداد الخاصه بالنادي الاهلي بعد توقف بطوله الدوري. المرحله الثانيه دي هيتخللها حتى الان مباراه وديه وحيده طبقا لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ. المباراه دي هتكون امتى؟ هتكون يوم 17 من الشهر الجاري. مباراه هتبقى مهمه قوي، مستر فايلر هيقف فيها على مستويات بعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا الفتره اللي فاتت. اعتقد هيكون كمان انضم لك واحد مثلا زي اليو ديانج، منتخب بلاده خرج خلاص من بطوله الامم الافريقيه، عنده مباراه واحده بعد كده اعتقد هينضم مباشره مؤكد كمان لمعسكر او لتدريبات النادي الاهلي بشكل طبيعي. وهيبقى شيء مهم ان انت تدخل اليو ديانج في الاجواء. مش معنى كده ان انا بقول ان اليو ديانج هو اللي هيلعب مكان حمدي فتحي، لكن في نفس الوقت من ضمن البدائل المهمه بالنسبه لك جدا سواء اليو ديانج حسام عاشور، عندك احمد فتحي كمان بيجيد في المركز ده طبعا عنده خبرات كبيره جدا فيه، وعندك ايضا رامي ربيعه من اللاعبين اللي لعبوها او لعبوا المكان ده بالتحديد وسط الملعب يعني. فبالتالي من هنا جاي اهميه المباراه الوديه اللي هتكون يوم 17 باذن الله. لسه مش متاكدين هل او لسه الكابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش يعني هل هيبقى في مباراه وديه ثانيه ولا لا، هنشوف خلال الفتره اللي جايه. بالنسبه لمحمود متولي بيبدا مرحله جديده من التاهيل الاسبوع المقبل. احنا عارفين ان محمود متولي محتاج فتره اكبر علشان يخف باذن الله، عنده مزق في العضله الخلفيه، الفتره هتاخد 3 اسابيع ممكن يكونوا 4. فبالتالي في برنامج خاص باللاعب، برنامج تأهيلي، وهيبتدي البرنامج ده الأسبوع اللي جاي، وجلسات علاج طبيعي بيخضع عليها اللاعب وجلسات في الجيم، كلها أمور يعني في البداية كده أو بداية العلاج يعني بشكل كامل عشان إن شاء الله يكون لائق للعودة بشكل طبيعي ويكون أو تكون الإصابة انتهت تماما يعني وشفي منها بشكل كبير. وإحنا عارفين إن كان تم عرض الأشعة الخاصة بمحمود متولي على استشاري ألماني هناك في معسكر الإمارات، والطلب أو شاف إن الأفضل يعني اللاعب يستمر في العلاج فترة زمنية أخرى عشان يكون لائق للمشاركة بشكل طبيعي دون الخوف من عودة الإصابة يعني بإذن الله. نتمنى له كل السلامة. إصابات وارد إن هي تحصل، بتحاول تتفاداها، لكن في كل الاحوال هي موجوده، هي جزء من كره القدم الاصابات يعني. ايا كان انت يعني متضايق فرحان زعلان كلام من ده، هي الكوره كده طبيعي. اصابه بتيجي اللاعب ممكن يكون مؤثر تاثر على مسيرتك، لكن الحاله دي بالتحديد باذن الله مش هتاثر على مسيره النادي الاهلي. النادي الاهلي مستعد كل الاستعداد لكل هذه الظروف اللي قد تواجهه يعني، اللي بتتمثل في الاصابات الايقافات. عندك قائمه متكامله من اللاعبين، القائمة الأفريقية بتاعتك قوية جدا جدا، فهتقدر تتعامل بإذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي. شريف شعبان معانا يا جماعة ولا إيه؟ طيب أوكي، خلينا نروح نتكلم شوية. هو زي ما حضراتكم عارفين طبعا إن في تدريب دلوقتي في هذه اللحظات للنادي الأهلي، ومران اليوم الثلاث على التوالي في إطار الاستعداد، والتدريبات هتستمر كل يوم الساعة 4 في استاد مختار التتش لحد ميعاد المباراه الوديه، وبعد المباراه كمان هتستمر لغايه مباراه الجونه باذن الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مستهل مشوار جديد. انت ابتديته بشكل كويس جدا افريقيا ومحليا، لكن انت بتبتدي بدايه جديده لازم تكون بنفس القوه باذن الله. ممكن تتاثر بعد فتره الغياب عن المباريات الرسميه، لكن ان شاء الله شخصيه اللعيبه وقدراتهم الفنيه والبدنيه هتساعد في ان احنا باذن الله نكمل المسيره اللي ابتدت بشكل جيد جدا مع مستر ريني فايلر. ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي.